بلدية الدوايا في محافظة ذي قار تزيل تمثال الملك كوديا من أحد الساحات العامة، قرار أثار غضب شريحة كبيرة من المثقفين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت مفتشية آثار وتراث ذي قار في بيان لها إن رفع تمثال الملك كوديا من قضاء الدوايا يعد جزءاً من هجمة شرسة تستهدف رموز الفكر والفن والثقافة، داعية إلى محاسبة مرتكبي ما وصفته بالجريمة. في حين أشارت بلدية الدوايا أن قرار إزالة التمثال جاء بغرض إجراء الصيانة إثر تلاشي النقوش السومرية التي كانت تعتليه لمدة لا تتجاوز 10 أيام، متعهدة بإعادته إلى موقعه. ويعد الملك كوديا من أشهر ملوك السومريين لسلالة لجش السومرية التي كانت تحكم جنوب بلاد وادي الرافدين في تلك الفترة.